الوصول. الأردن على بوابة 1-0. فراس يسجل. يا سلام يا سلام يا سلام. يتقدم النشامة. النشامة يتقدم في أرضية الملعب بركلة جزاء عن طريق فراس البايه. الظهور الأول، الصيحة الأولى، الصرخة الأولى للجماهير الأردنية في أحداث هذه المباراة. 1-0 في استاد عمان الدولي. 1-0 لمصلحة النشامة. طال البحث ووصلوا لأول الأهداف في أرضية الملعب. وصلوا لأول الأهداف. فراس شلباية حطها في الناحية اليمنى من الناحية اليسرى عن طريق ياسين. هذا خطير ياسين. العرضية، اللعبة وين؟ الله، المنتخب الأردني يسجل ثاني الأهداف. أحمد عرسان يسجل هذا الثاني بطريقة رائعة في لعبة جميلة 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 جميلة. أحمد عرسان هي فاجأة الجميع، هي على راية عرضية لكن هي في المرمى جول، هي في المرمى هدف ثاني لمصلحة المنتخب الأردني اللي يتقدم عبر النتيجة. أحمد عرسان صاحب ال 24 عام، اليوم يلعب مباراة رقم 11 دوليا، لاعب نادي الفيصلي. شوف 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 اللعبة، شوف اللعبة، شوف اللعبة. الله 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 الله. فراس اتجاه ياسين، ياسين 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 البخيت، يا بختكم فيه. الله تقدم عز، تقدم عز، تقدم جمال، تقدم استمتاع في أرضية الملعب. وثالث الأهداف لمصلحة المنتخب الأردني عن طريق بها فيصل يضع ثالث الأهداف. ثلاثية 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 للنشامة الأردنية في أرضية الملعب. وثالث الأكوال عن طريق بها فيصل. 3-0 3-0 3-0. شوف الكرة العالية. ياسين البخيت، يا بختكم في ياسين. شوف اللعبة، شوف اللعبة، بالراس بالراس بالراس.